كنا وقفنا مع حضرتك طبعا على ليلة القدر، وقد إيه هذه الليلة خير من ألف شهر، وقد إيه يعني ممكن نعتق من النار يا رب جميعا في هذه الليلة المباركة. وكان في حالة من يعني إخفاء هذه الليلة وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولم تحدد الليلة. طبعا نحن كلنا نسعى ونجتهد في كل هذه الأيام، عايزين نعرف ليلة القدر، نتذكر مع حضرتك هذه فضل هذه الليلة وقيمتها، ونعرف إزاي نحن نأدي واجبنا فيها ونحن نستغلها صحيح. نعم، هو حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال تحروها في الوتر في العشر الأخير من رمضان، يعني ليلة 21 23 25 27 29. الكلام ده ليه؟ طيب احنا ممكن يكون رمضان يعني بدأ عندنا قبل أوروبا، أو أوروبا قبلنا، أو دولة قبل دولة، يعني إذن كل العشر الأخير هيكون وتر إما هنا إما هنا. فدي عشان ايه؟ عشان انا ما اقعدش طول الشهر نايم واجي مثلا ليل 27 واجتهد واعمل واعمل، يعني طبعا ما ينفعش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في الوتر في الاخير. طيب انا ايه المطلوب مني ان اعمله؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى قال ليله القدر خير من الف شهر، وما ادراك ما ليله القدر، يعني انت يا محمد ما انتش عارفها، ما تعرفش قدرها، ما تعرفش قيمتها، ده هي افضل، مش قالها حتى هي قد الف شهر، ده خير من ألف شهر. طب خير من ألف شهر قد إيه؟ الخيرية دي قد إيه؟ الخيرية دي عند الله سبحانه وتعالى يضاعفها سبحانه وتعالى كيف يشاء. طيب إيه اللي بيحصل فيها؟ ربنا يقول تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل مش أن تنزل، لو قال تنزل يبقى نزلت الملائكة وقعدوا، تنزل باستمرار صيغة مبالغة، طول الليل الملائكة طالعين نازلين، الأرض بتتملي من الملائكة. فده وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لكم يا من يعني غركم الشيطان طوال العام، يا من يعني غرتكم المعاصي طوال العام، يا من قصرتم في حق الله طوال العام، يا من يا من يا من عندكم ليلة هي، لو تقربتم إلى الله عز وجل فيها لكم أجر ولكم ثواب كأنكم عبدتم الله عز وجل أكثر من ألف شهر. نستغلها إزاي بقى هذه الليلة؟ نستغلها، إيه كده نستغلها كما بيها. ينبغي أن نستغل شهر رمضان كله، بل كما ينبغي أن نستغل العام العمر كله. لكن كما أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الليالي على بعض، فكذلك نفضل ما فضله الله عز وجل لنا. هذه الليلة أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير، إذا دخل العشر الأخير يعني عشر أيام الأخيرة كان بيعتكف، يعتزل أهله ويشد مأزره، يعني خلاص اجتهاد رهيب للعبادة في المسجد، اعتكاف، هذا أول حاجة. فمن أول الأعمال التي يجب أن نحرص عليها إن شاء الله رب العالمين أن نعتكف، نعتكف طوال الليل، نعتكف ساعتين، نعتكف كل بقدر استطاعته. وطبعا الاعتكاف لمين؟ للي ما عندوش شغل برضه، ما يسيبش عملي، اللي بأكل منه عيش، اللي بأكل منه أولادي وأعتكف. لكن أنا لو نويت لو نويت أعتكف وأنا شغال، الله سبحانه وتعالى يعطيني نفس الأجر كأنني معتكف.